الدولة دايما بتهتم بالعاملين بالخارج في كل المجالات، ولكن الاختلاف هيكون في وزارة الإسكان. وأعلن دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أنه هيتم بدء فترة باب الحجز، أو هيتم فتح باب الحجز لمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي اعتبارا من يوم 6/3/2018 حتى 6/4/2018، وده في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة تجاه المصريين بالخارج واستجابة لمطالبهم بإتاحة وحدات سكنية ملائمة لهم. أشارت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أنه هيتم فتح باب الحجز لإجمالي عدد 18061 وحدة سكنية في عدد من المواقع المتميزة بعدد 11 محافظة بإجمالي عدد 19 مدينة ومركز بسعر استثماري يتراوح ما بين 165 ل 250 ألف جنيه مصري للوحدة على حسب الموقع والتميز. هيكون معنا للتعقيب عن هذا الخبر هاتفيا الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني دور الدوله بتهتم بشكل كبير جدا بالعاملين في الخارج، ولكن اهتمام الدوله الاكبر دلوقتي في مجال الاسكان. عايزين حضرتك توضح لنا الفتره الزمنيه، ايه الوحدات اللي ممكن يكون العاملين هي يعني هتبقى بالنسبه لهم مناسبه جدا، هل في شروط كمان يعني الجانب الاسكاني انه ازاي ان احنا نختار او الاختيار من قبل الـ يعني الناس العاملين في الخارج، هل في نوع من الاختيارات هتتم عن طريق مثلا يعني مثلا شغلهم وجودهم في مصر بشكل كبير، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ خليني في البدايه بس اقول لحضرتك ان اللي حضرتك اعلنت عنه ده احنا بنمد فتره الحجز. فتره الحجز كانت هتنتهي 6/3/2018، ولكن استجابه لطلبات المصريين العاملين بالخارج قرر مع الوزير ان هو يمد فترة الحجز شهر كمان حتى 6 أبريل المقبل إن شاء الله. إحنا كوزارة إسكان استجبنا منذ سنوات لمطالب العاملين في الخارج إن هم يتملكوا في بلدهم سواء كانت أراضي أو حياة سكنية. وسبق إن إحنا عملنا مشروع اسمه بيت الوطن لأراضي المصريين العاملين في الخارج، طرحنا من خلاله عدد من قطع الأراضي المميزة في عدد من المدن الجديدة للحجز للمصريين في الخارج. وعلى فكره الحجز كله بيتم الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني، والموقع الالكتروني ده ما بيفتحش غير من الخارج فقط لا غير، والحجز كله بيكون عن طريق الدولار، الدفع كله بالدولار بالتحويلات من الخارج. احنا لما فتحنا باب الحجز للاراضي وكذلك طرحنا برضو حياه سكنيه للمصريين في الخارج كانت متميزه سواء في مشروع دور مصر للاسكان المتوسط او في مشروعات زي الرحاب ومدينتي الوزاره ليها نسبه فيهم، وجدنا ان في طلبات عديده نقلتها الينا معالي الوزيره السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج، ان المصريين في الخارج قالوا لها ان الوحدات اللي وزاره الاسكان طرحتها او الاراضي بتناسب شريحه متوسطي الدخل والقادرين فقط لا غير. اما شريحه الاقل دخلا من الناس اللي هم الحرفيين والمهنيين سواء العامل البسيط اللي بيشتغل في مهنه بسيطه بره، دول دخولهم محدوده ومش قادرين يشتروا من الاراضي او الوحدات السكنيه المتميزه، وبالتالي قالوا لهم طلبوا ان هم يكون في طرح مناسب دخولهم. وعشان كده طرحنا الطرح اللي حضرتك اتكلمت عنه ده اللي هي وحدات الاسكان الاجتماعي، الوحده في منها 3 غرف وصاله وفي منها غرفتين وصاله، طرحين حوالي 16,000 وحده في عدد كبير جدا من المدن والمحافظات. عندنا في حوالي 11 محافظه الوحدات مطروحه، وبدانا 18,000 وحده سوري. الوحدات ديت بالحجز كله بيكون عن طريق الخارج، يعني بيدخل الراغب في الحجز على الموقع الالكتروني. اهم الشروط ان هو ما يكونش سبق ليه الحصول على وحده سكنيه من الدوله قبل كده، اهم الشروط برضه ان هو يكون مقيم في الخارج ويكون عنده جواز سفر ساري. الحاجه الثالثه ان هو بيحول المقدم الحجز بالدولار من الخارج، والتخصيص بيتم للي بيحول الاول. معنى ان مفيش قرعه مفيش اي حاجه غير انه اسبقيه الحجز اللي بيحول فلوسه الاول، وده فيه طبعا تنسيق ما بيننا وبين البنك المركزي اللي يجيب لنا سبق التحويل بتاعه، وبعدها بنبدا بقى نخصص للي سبق طيب التحويل. طيب عايزين نعرف الموقع ايه يا فندم برضه علشان اللي بيتفرج علينا يتابع يعني خارجيا الموقع مكانه فين بالظبط على السوشيال ميديا وبياناته ايه بالظبط؟ الموقع www.nuca يعني نوكا، وده الاستختصار بتاع هيئه المجتمعات العمانيه الجديده .gov.com يعني ثاني عشان الناس اللي عايزين يحكي لهم www dot
nuta.gov.com. تمام تمام أوكي. نشكرك شكرا جزيلا استاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان على هذه الخطوه، فتح باب الحجز مره ثانيه او مد باب الحجز مره ثانيه للعاملين بالخارج، لانه فعلا بيبقوا محتاجين ان هم يرجعوا يلاقوا مكان في بلدهم. في الاول وفي الاخر احنا مهما تغربنا هنرجع ثاني لبلدنا بالتاكيد، وهي برضو خطوه تعزز لانه لسه الشخص على اتصال بوطنه بشكل او باخر، وانه احنا ما سيناهوش في نهايه الامر. بس الموقع انتوا لو دخلت موقع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده او كتبتوها بالعربي على الانترنت او على جوجل محرك البحث، هتلاقي انه بيطلع لك الموقع عشان ما نلحقش انه يكتب يعني الموقع مره ثانيه.